السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد من روكت ليج. من زمان مره عن روكت ليج اللي ما يطالع قدامكم، على اساسه ارسلوا لي عليه لقطاتكم، لان اللقطات اللي عندي مو بكثير. هذا الشيء اللي مخليني انزل روكت ليج او توب 5 روكت ليج كثير. نبغى نشوف دعم على هذا المقطع كغيره من المقاطع حق التوب 5. نبغى نشوف دعم رهيب على هذا المقطع عشان انزل اكثر واكثر روكت ليج عشان ما اسحب عليها. اليوم جايب لكم توب 5 دبل تاتش. التقييم لكم. اللقطة اللي تعجبك صوت لها عن طريق علامة تعجب فوق على اليسار، اضغط عليها وصوت للقطة الافضل. عجبتك اللقطة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، صوت للأفضل. التصويت مو مني، الترتيب كان كعشوائي. أنت التصويت بيدك، أنت اللي تحدد من الأفضل. إذا تبون لقطات أكثر من كذا، وإذا تبون لقطات أقوى من كذا، أرسلوا بنفسكم يعني. أنا اللي علي أخذ لقطات من الإيميل وأفرزها عندي وأنزلها لكم حسب اللي أشوفه يعني يستاهل. في لقطات مرة عادية، إن قول عادي يعني ما في شيء، فما أعرض لكم. المهم طولت عليكم، أعتذر على ذا الشيء، بس إن شاء الله يعجبكم المقطع. لا تنسوا اللايك وأخليكم على اللقطات وإن شاء الله تستمتعون. وبآخر المقطع راح تطلع لكم قائمة تشغيل خاصة بالتوب 5 كلها. اللي ما شاف اللقطات أو اللي ما شاف مقاطع من توب 5 اللي قبل يقدر يشوفها. في توب 5، في توب 10، في توب 5ات مرة خرافية وصار عليها مشاهدات. أول توب 5 سويته تقريبا بيوصل 400,000 مشاهدة، شيء أسطوري. فلا ترجعون هذا الدعم، وبس طولت عليكم مرة أعتذر. خليكم على المقطع. He's ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. يعطيكم العافيه جميعا على المشاهده، ولا تنسوا تصوتوا للقطة الافضل. واذا ما شفت المقاطع اللي قبل من توب 5 تقدرون تضغطون على قائمه التشغيل اللي طالع لكم في اخر المقطع، راح توديكم على القائمه كامله بلقطات او مقاطع التوب 5 والتوب 10. يا ريت ما تنسون لايك واشتركوا في القناه اذا ما انتم مشتركين، ونشوفكم مقاطع ثانيه. سلام.